أهلا بكم. فيديو اليوم بناء على طلب بعض الإخوان المشاهدين على موضوع تفكيك وتركيب مسدس الـ 1911 المعروف. أول شيء تأكد أن المسدس فارغ، وبعدين ممكن أن نفك المسدس من طريقتين، ممكن عن طريق فك هذه القطعة أول شيء، أو من هنا هذه الطريقة الثانية. أنا بدي أختار القطعة هذه. طيب بعد ما تأكدنا أن المسدس فارغ من الرصاص، بنكبس على الكبسة هذه، نكبس على هذه الكبسة، على الدائرة هذه، مع تحريك القطعة هذه. يعني شايفين القطعة هذه بنحركها. طيب والآن صارت الوضعية هاي، شايفين كيف؟ هذا اللي احنا الفكرة بدنا نحركها بعد شوي، يعني خليها تصير الساعة 3 تقريبا، يعني عارف هذه تخليها تنزل لتحت وبيطلع منك الزنبرك. طبعا لازم تأخذ حذرك في فك هذه القطعة، لأنها إذا خرجت بسرعة ممكن تضيع، ممكن تأذيك، تأذي حد ثاني، وهذا الشيء ما بدنا إياه. بعدين بتيجي للقطعة هذه، الآلية التفكيك اللي ذكرناها في الأول، وبعدين بدك طبعا هذه بتشيلها، بعدين بتشيل آلية التفكيك اللي هنا الجنب، بترجع الأقسام لورا شوي، بتضغط عليها، تضغط على القطعة هاي، على القطعة هذه، وبعدين تخرجها من الجهة الثانية، يعني بشكل عادي بشكل سهل. طيب الآن في نقطة مهمة جدا، هذه راح نستخدمها لبعدين، تتذكروا أو تشوفوا هذه النقطة، هذه بدي تتذكروها لبعدين. طيب الدائرة هذه لازم تكون بهذه الوضعية، لما تيجي ترجع المسمار هذا، القطعة هذه لازم تكون الدائرة هذه يعني خالية من أي شيء. طيب كيف؟ أنا بنريد بتشوفوها إن شاء الله بس نيجي نركب المسدس. طبعا بعدين شو بدي أعمل؟ بدي أرجع الأقسام، بقلب المسدس لأعلى الأسفل. طيب بعدين بشيل القطعة هذه، بزيلها، لاحظ كيف كانت بالوضعية هذه، وبترجع في الوضعية هذه لما نيجي نرجع. بعدين الأقسام أو السبطانة بترجع تطلع للخارج. الآن برجع السبطانة إلى الداخل، برجع هذه القطعة عليها، طبعا برجع القطعة هذه عليها. الآن تذكروا اللي كنا لازم تذكروا في النهاية، الدائرة هذه لازم تكون لفوق، الحلقة هذه لازم تكون لفوق، وهذه يعني مشكلة يعني أنا واجهتها كثيرا. يعني أول ما ابتديت في الموديل 1911 كانت هذه مشكلتي، فيمكن البعض يعني يكون هذه المشكلة عنده نفس الشيء، هذا شيء عادي. المهم تذكر أن تخليها للفوق، لا لتحت ولا للأمام، وبدك تحاول يعني توازنها في، يعني يمكنك تحتاج توازنها بعد شوي بعد ما تركب هذه القطعة عليها. طيب الآن شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب القطعة هذه، طيب، وبدنا نركبها بهذه الطريقة. طيب الآن أصبحت شبه جاهزة. طيب من هاي الآن لاحظوا شو اللي كنا نحكي عنه، هذا اللي بدنا إياه. بتجيب المسمار هذا أو الآلية هذه، بعدين بتدخلها في داخل المسدس من الجنب، من جهة الكبسة المخزن، بعدين بترجع الأقسام إلى الخلف شوية، ولازم هذه تركب عليها. بدك تدير بالك، انتبه إنك ما تجرح المسدس مثل ما حصل من يعني في السابق، أو يحصل كثير في هذه المسدسات 1911، معروفة إنها بتنجرح من هذه المنطقة، لأنه اللي بيركب القطعة هذه بيركبها مستعجل وبيضغط عليها وبيحاول يعني بالغصب، وهذه ما بتشتغل بالغصب، هذه يعني بدها تحن عليها. المسدس هذا يختلف عن باقي المسدسات. بعدين بتسنتر هذه على أساس أنها تدخل الكبسة فيها، وشوف دخلت بدون أي مشكلة. اذكر هذا المنظر، هذه القطعة لازم تكون كيف، عارفين زي عندك نص كوس في الأقسام، مش الأمامية هذه اللي لها زوايا، اللي خلفها واحدة صغيرة، هذه لازم تيجي عليها. طيب الآن برجع المسدس إلى الأمام، شبه جاهز الآن، إلا أنه ظل أن نركب الزنبرك.
بترجع الزنبرك على القطعة اللي كانت اللي ركبناها الثانية هذه الصغيرة، بترجعها ولازم طبعا تدخل فيها. طيب طبعا بدك القطعة هذه رجعها على أساس أنها تكون زي ما ذكرنا في الأول كأنها الساعة 3، تذكروا بترجع بتدخلها، وبعدين مع الحذر يعني، وبتسكر عليها. شوف كيف رجعت لوضعها الطبيعي زي ما هو الوضع اللي بنيه. شوف كيف هذا المنظر اللي بنيه. الآن المسدس أصبح جاهز، وطبعا عندك المخزن وجاهز. طيب أي أسئلة ياريت تتركوها في قسم التعليقات ونرجع لكم مع الإجابة. ونتذكر دائما ابعدوا الأسلحة بشكل بكافة أنواعها عن متناول الأطفال، ويعطيكم العافية.